الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار النعيم والمزيد الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويغفر للمخطئين المستغفرين ويمحو بحلمه إساءة المذنبين ويقبل بعفوه اعتذار المعتذرين لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين أحمده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد وأشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو ولا ضد ولا نديد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الساعي بالنصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد المبشر للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا تزال على كر الجديدين في تجديد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الجزاء والوعيد أما بعد فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما فاعترفوا بذنبهم إنه مقطع من آيات تهز الجبال آيات تقشعر لها القلوب والأبدان ويل لمن سمعها فلم يتدبرها وويل لمن قرأها فلم يتعظ بها وتبا ثم تبا لقلب شاغفته هذه الآية فلم تحركه ولم تؤثر فيه فيا معرضا وغافلا ويا مذنبا وخاطئا وكلنا ذاك الرجل وأنت يا أمة الله يا من تلطخت بالذنوب والآثام اسمعوا يا رعاكم الله اسمعوها آيات عظيمة اسمعوها عسى أن تتحرك بها قلوب قست اسمعوها عسى أن تطهر بها جوارح بالمعاصي تدنست اسمعوها عسى أن تنجو بها أنفسا في وحل الخطايا قد غرقت يقول ربكم المولى تقدس وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة الملك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فيا ترى من هم المذنبون في هذه الآية
وكيف اعترفوا بذنبهم، ومتى كان اعترافهم بالذنب، وهل يا ترى يقبل هذا الاعتراف بالذنب أم لا؟ تساؤلات واستفهامات نقف معها في تلك الوقفات. الوقفة الأولى: أذنبوا فاعترفوا بذنبهم قبل فوات الأوان. نعم، اعترفوا بذنبهم في زمن الإمكان، اعترفوا بذنبهم قبل فوات الأوان، فهم لا يدخلون في هذه الآية. إنهم ليسوا ممن اعترفوا بذنبهم فقيل لهم فسحقا لأصحاب السعير. إنهم اعترفوا قبل أن تغرغر أرواحهم، واعترفوا قبل أن تطلع الشمس من مغربها. نعم، إنهم اعترفوا فقيل لهم غفرتها لكم ولا أبالي. إنهم أولئك الذين اعترفوا فقيل لهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إنهم الذين اعترفوا فقيل لهم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنهم أصحاب الذنوب الذين اعترفوا في دنياهم، إنهم أصحاب الخطايا الذين تلطخوا بها، ولكنهم قدموا الاعتذار في زمن المهلة والإمكان. فهي بشرى لكم أيها المذنبون، بشرى لكم أيها المخطئون، وكلنا من أولئك. فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ نعم، الذنوب واقعة علينا لا محالة، ومن ذلك العبد الذي يدعي العصمة؟ إذن فالكل خطاء والكل مذنب، ولكن ما المخرج وما الخلاص؟ إنه الاعتراف بالذنب، إنه الاستغفار، إنها التوبة النصوح. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فلا إله إلا الله ما أوسع رحمته وما أعظم كرمه. ولا عجب، فقد وعد الكافر بالمغفرة إن اعترف بذنبه. فقال تقدس: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. رحمة الله واسعة، وتعال بي أنقلك إلى هذا المشهد. تلك المرأة في السبي تبحث عن صبي لها رضيع، وما ظنكم بقلب امرأة فقدت رضيعها بين تلك الأشلاء المقطعة والجماجم المتناثرة في أرض المعركة؟ فأخذت تنظر يمنة ويسرة تبحث عن هذا الرضيع، يكاد قلبها يطير
فلما وجدته ذهبت إليه مسرعة، ضمته إلى صدرها، ألقمته ثديها. والحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد وأصحابه ينظرون، فالتفت إليهم فقال: أترون هذه ملقية بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، كيف تلقي به في النار وهي تبحث عنه بحثا شديدا يكاد قلبها يطير؟ قال: والله رحمة الله بعباده أشد من هذه بولدها. ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، رجل أحرقته الذنوب والمعاصي، فأراد أن يعترف في زمن المهلة والإمكان. جاء إليه فسأله عن ذنبه: ألي توبة؟ فأعرض عنه عبد الله بن مسعود، ثم التفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدمع، فقال له: للجنة ثمانية أبواب، كلها تفتح وتغلق، كلها تفتح وتغلق، إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق، فاعمل ولا تيأس. وها هو أبو موسى الأشعري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم أيها الإخوة، لقد كتب الله الذنوب على عباده، كتبها ليسمع اعترافاتهم، كتبها ليرى ذلهم وانكسارهم، كتبها ليظهر خشوعهم وبكاؤهم. وحينها يقبل الله اعترافاتهم، ويقيل عثراتهم، ويغفر زلاتهم. وها هو طبيب القلوب العلامة ابن القيم يصور لكم هذه العبارات فيقول رحمه الله: فإذا أراد الله بالعبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به، ويعرفه قدره، ويكفي به عباده شره، وينكس به رأسه، ويستخرج به داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج به منك داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها حلة العبودية. يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي، وعلى من أجود بعفوي، وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي، وأنا التواب الرحيم. يا آدم لا تجزع من قول اخرج منها، فلك خلقتها، ولكن
اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذر التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده يا آدم ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود وما أخرجتك منها نفيا لك عنها ما أخرجتك منها إلا لتعود يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة عرشي ومن حولي يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 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 إنه هو الغفور الرحيم يا عبدي لا تجزع فمنك الدعاء وعلي الإجابة ومنك الاستغفار وعلي المغفرة ومنك التوبة وعلي تبديل السيئات حسنات. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم أيها الإخوة، تلك هي ثمرات الاعتراف بالذنب قبل الفوات، وتلك هي الجوائز والمكافآت. إنها المغفرة، إنها الجنة، إنها رضا الكريم الرحمن. ولا عجب، فقد روى أبو ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. الله أكبر، هل رأيتم عبدا يسأل عن ذنوبه، يسأل عن الكبار، أين ذنوب الأخرى ما أراها ائتوني بها؟ لما رأى تبديل السيئات حسنات وذاك بفضل توبته قال أبو ذر تخيل يا عبد الله إنسان يسأل عن الفواحش، وين هالفواحش؟ أين الفواحش؟ أين المنكرات؟ ائتوني بها. لما رأى من مغفرة الله وتبديلها إلى حسنات. قال أبو ذر فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. ولا عجب، ولا عجب،
فإن الرجل وتعلمون قصته خرج في ثلاه أرض صحراء ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه إنسان في مفازة في مكان خطير ليس معه دابة ولا ما ينقله إلا هذه الدابة فتهرب وعليها الطعام والشراب موت محقق وهلاك أكيد فيبحث ويبحث حتى يأس منها فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذ بدابته وعليها طعامه وشرابه قد أقبلت فقام فأمسك بها فقال من شدة الفرح يريد أن يشكر الله ويثني عليه اللهم أنت عبدي وأنا ربك كلمة والله لو قالها وهو يعلم لكفر بإجماع الأمة قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح هل رأيتم هذا الفرح؟ فإن ربكم يفرح بتوبتك أيها المذنب أشد من فرح هذا بدابته فالله أكبر وإليكم أيها الإخوة نماذج من أولئك المعترفون بالذنب أولئك الذين اعترفوا قبل فوات الأوان وماذا حصلوا من هدايا وجوائز جزاء اعترافهم بالذنب فها هو آدم عليه السلام لما أذنب يروي مجاهد قصته فيقول إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع زينة الجنة ولم يبق عليه من زينتها إلا التاج والإكليل وجعل لا يستثر من ورق الجنة بشيء إلا سقط عنه فالتفت إلى حواء باكيا وقال استعدي للخروج من جوار الله هذا أول شؤم المعصية قالت يا آدم ما ظننت أن أحدا يحلف بالله كاذبا وذلك لما أقسم لهم إبليس وحلف أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى وآدم في الجنة هاربا استحياء من رب العالمين فتعلقت به شجرة ببعض أغصانها فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفو العفو فقال الله عز وجل يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك يا سيدي فأوحى الله إلى الملكين أن أخرجا آدم وحواء من جواري فإنهما قد عصياني فنزع جبريل التاج من رأسه وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه فلما هبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع والمسغبة بكى على خطيئته 100 سنة وذكر وهب بن منبه أن آدم عليه السلام لبث في السخطة 7 أيام ثم إن الله تعالى اطلع عليه في اليوم 7 وهو منكس محزون كظيم فأوحى الله إليه يا آدم ما هذا الجهد الذي أراك فيه اليوم وما هذه البلية التي أجحفت بك بلاؤها وشقاؤها قال آدم عظمت مصيبتي يا إلهي وأحاطت بي خطيئتي وخرجت من ملكوت ربي فأصبحت في دار الهوى بعد الكرامة
وفي دار الشقاوة بعد السعادة، وفي دار العناء والنصب بعد الخفض والدعاء، وفي دار البلاء بعد العافية، وفي دار الضعن والزوال بعد القرار والطمأنينة، وفي دار الفناء بعد الخلد والبقاء، وفي دار الغرور بعد الأمن. إلهي فكيف لا أبكي على خطيئتي، أم كيف لا تحزني نفسي، أم كيف لي أن أجتبر هذه البلية والمصيبة يا إلهي؟ إنها اعترافات تائب وتوجعات عائد وعبرات نادم ودمعات منكسر وآهات مستغفر، هذه هي اعترافات نبي، نبي أيها الإخوة ما كان ذنبه إلا لقمة أكلها من شجرة فبكى هذا البكاء واعترف هذا الاعتراف، فأين أصحاب الذنوب والبلايا وأين أصحاب الخطايا؟ أين هم من اعتراف نبي من الأنبياء خلقه الله بيده وأكرمه وأسجد له ملائكته؟ فلما سمع الله تلك النداءات والآهات ورأى تلك الدموع والعبرات ناداه فقال له: ألم أصطفك لنفسي وأحللتك داري واصطفيتك على خلقي؟ ألم تك جاري في بحبوحة جنتي تتبوأ حيث تشاء من كرامتي؟ فعصيت أمري ونسيت عهدي وضيعت وصيتي، فكيف تستنكر نقمتي فوعزتي وجلالي؟ لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين. وإني قد رحمت ضعفك وأقلتك عثرتك وقبلت توبتك وسمعت تضرعك وغفرت ذنبك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وإليكم يا عباد الله اعتراف آخر في زمن المهلة والإمكان. عبد يتبجح على الله 40 سنة فتجدب الأرض وتجف السماء من المطر غضبا من الجبار بسبب هذا العاصي الذي لم يبالي بنظر الله إليه. إنه في زمن موسى عليه السلام، ويأتي قوم موسى إلى موسى: يا نبي الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ لقد أجدبت الأرض وقحطت السماء وهلكت الأموال، فاستسق لنا واستغث لنا. 70,000 كلهم موحدون، كلهم قانتون. فيخرج موسى بهم إلى الصحراء ويستغيث وينادي: إلهي، إلهي، اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع، فلا تزيد الشمس إلا حرارة ولا يزيد السحاب إلا تقشعا وبعدا. فيتعجب الناس: الله الرحمن لا يستجيب لموسى و70,000 كلهم موحدون. فيوحي الله لموسى: يا موسى، إن بينكم عبد يبارزني بالذنب 40 سنة بسببه منعتكم الغيث.
فإن يخرج من بينكم أسقيكم الغيث فنادي فيه فليخرج. قال: يا رب وما يبلغ صوتي في 70,000؟ قال: يا موسى نادي، منك النداء وعلينا البلاغ. ويصعد موسى مرتفعا وينادي بأعلى صوته: يا أيها الرجل المبارز لله بالذنب 40 سنة، اخرج من بيننا فقد منعنا القطر بسببك، اخرج من بيننا فإننا نهلك بذنوبك. فيلتفت الرجل المذنب يمنة ويسره ولا يرى أحدا قد خرج، فيعلم نفسه وأنه هو المقصود. وكلكم يعلم ما بينه وبين الله، كلنا يعلم ما بينه وبين الله من خلوات ومن ذنوب وخطايا، فعلم أنه هو المقصود، هو الذي تبجح على الله، وهو الذي عصاه، وهو الذي أذنب وقصر في حق خالقه ومولاه. فما كان منه إلا أن تحير: ما يصنع؟ لئن لم أخرج يهلك موسى و70,000، ما ذنبهم؟ ولئن خرجت فضحت بين موسى وقومه وعلموا أنني أنا العاصي. فما كان منه في هذه اللحظة إلا أن اعترف بالذنب. نعم، إنه الاعتراف في زمن المهلة، إنه الندم قبل فوات الأوان، قبل أن يقال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترف قبل هذه الآية، غطى وجهه بثوبه وقال: إلهي تبت إليك وعدت إليك توبة نصوحا. فما استتم كلامه إلا وقد سقطت الأمطار أودية وأنهار. وتعجب موسى والناس كيف نزلت الأمطار ولم يخرج العاصي. فقال موسى: يا إلهي سقيتنا الغيث ولم يخرج عبدك المبارز لك بالذنب 40 سنة. فقال الكريم: سقيتكم يا موسى بتوبة العبد العاصي. إنه الاعتراف الحقيقي. قال موسى: يا رب فأخبرني من هذا العبد العاصي حتى أهنئه بتوبته وأبشره بمغفرتك له. فقال الكريم الرحمن الرحيم: يا موسى، يا موسى، ما فضحته وهو يبارزني بالذنب 40 سنة، أفضحه بعد أن تاب. يا موسى إني لا أحب النمامين، أفأكون نماما؟ نعم، اعترف بالذنب قبل فوات الأوان. وها هو ماعز. وما أدراكم ما ماعز؟ يأتي إلى النبي لقد حرقت المعصية قلبه. إننا بحاجة إلى قلوب تحترق إذا عصت الجبار وتقدر عظمته ونظره إليه. لقد احترق فأتى إلى النبي بعد أن زنى، مع أنه تاب وندم واستغفر، إلا أنه أراد أن يعترف بحضرة النبي، أراد أن يطهر هنا في الدنيا. فقال: يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني. ويعرض عنه النبي، يريد أن يجعلها توبة بينه وبين ربه، لا يريد أن يفضح. فيأتي مقابل النبي: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فيقول له النبي: أبك جنون، أبك جنون؟ يريد أن يستر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا، ليس بي جنون، إنها حرارة الذنب، إنه حب الاعتراف، إنا بحاجة إلى أن نعترف من ذنوبنا وخطايانا. ويرسل النبي ليتأكد منه أهو عاقل أو مجنون، وليستنكه فمه أهو سكران أم في وعيه، أي رجل هذا الذي يأتي يريد أن يرجم رجما حتى يموت؟ أي قلب، أي اعتراف؟ ولكن نعم، كان في عقله، لم يكن سكرانا ولم يكن مجنونا،
فيأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجم بالحجارة حتى لسعت الحجارة جسده، ففر هاربا، فلحقه الصحابة بالحجارة حتى مات، وفاضت روحه إلى بارئها، فكانت الثمرة. انظر إلى هدية الاعتراف وإلى مكافأة تلك الحقيقة التي صرح بها. يقولها الحبيب: من هو أصدق منه صلى الله عليه وسلم في دنيانا؟ والذي نفسي بيده لقد رأيت ماعز ينغمس في أنهار الجنة، ينغمس في أنهار الجنة. نعم تألم وفضح في الدنيا، ولكن كانت المكافأة فردوس أعلى وأنهار وحور وقصور. فمن منا لا يريد هذا النعيم؟ أين الذين يعترفون بذنوبهم اليوم قبل أن يقال فسحقا لأصحاب السعير؟ وتلك المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها: أصبت حدا فطهرني يا رسول الله. وتخشى أن يردها كما رد ماعزا: لعلك يا رسول الله تردني كما رددت ماعزا. كانت تخشى أن يقول: استري على نفسك، تريد الاعتراف هنا في هذه البسيطة، قبل أن يقال فسحقا لأصحاب السعير. فكان النبي يؤجل ويؤجل علها أن تتراجع، فيقول: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتيني. فتذهب 9 أشهر وهي والله لم تنس الذنب ولم تنس الاعتراف. كانت المعصية تحرق جوفها، كانت المعصية لا تجعلها تنام. فأتت بالطفل وقد لفته بخرقة: يا رسول الله وضعته فطهرني. فيردها أخرى: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ثم أتي. فتذهب 2 عامين كاملين ترضعه، والله ما نسيت المعصية وما نسيت الاعتراف بالذنب. وجاءت به وفي يده كسرة خبز ليتأكد رسول الله أنه قد فطم وأنه يأكل الآن. فلما جاءت حمله النبي وجعله عند أحد المسلمين، ثم أمر بها فسدت ثيابها، ثم رجمت، فرجمها خالد بن الوليد بحجرة أصابت رأسها فنبخ الدم في وجهه، فسبها خالد، فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس، من يأكل أموال الناس ظلما، لقد تابت توبة هذا الظالم الذي لو تاب لغفر له. ثم أمر صلى الله عليه وسلم فصلي عليها وصلى عليها. ولا عجب، لا عجب أن تكون المكافأة مغفرة عظيمة كما في المرأة الأخرى التي رجمت. ثم أمر النبي أن يصلي عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لكفتهم. 70 مذنبين خاطئين، لو قسمت توبتها بينهم والله لوسعتهم وغفر الله لهم كلهم. ولا عجب، لا عجب أن تكون هذه الهدايا، فإن من صفات بعض المتقين الأبرار فعل الفواحش، بل من صفات أهل الجنة فعل الفواحش. سبحان الله، ما تقول يا شيخ؟ أتقول أن من صفات أهل الجنة الفواحش؟ نعم والله فعل الفواحش، ولكنهم اعترفوا بفواحشهم وتابوا. ألم تسمع إلى قول ربك ومولاك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم ذكر الله اعترفوا بالذنب لما فعلوا الفاحشة، فما كان جزاؤهم يا ربنا لما اعترفوا بالذنب في زمن المهلة؟ ما كان جزاؤهم؟ أتى الجزاء من الكريم الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، ليس هذا فحسب، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهل علمت أن من صفات أهل الجنة بعضهم فعل الفواحش ثم الاعتراف بهذه الفاحشة؟ جزاؤهم مغفرة وجنات خالدين فيها. فلله در من اعترف بالذنب قبل فوات الأوان. وكم هم أيها الأخوة، كم هم الذين اعترفوا بذنوبهم قبل فوات الأوان فوجدوا والله اللذة والسرور والسعادة والحبور، وجدوا مكافآت، وجدوا هدايا وجوائز، ذلك الاعتراف في الدنيا قبل الآخرة. فها هو الأخ فهد ابن سعيد عليه رحمة الله، ماذا كان 20 عاما في ضياع، في غناء، في لهو، في فجور، ولما سجن اعترف بذنبه قبل فوات الأوان. أخذ يقسم أيمان مغلظة، والله إن كنس الشوارع أفضل من الغناء وأفضل من الضياع. بدأ يقسم أيمانا مغلظة يقول: والله العظيم أن مزامير الشيطان نسيناها ولله الحمد، وأنا الآن أرى العود والغناء ضياع ضياع. ماذا استفدنا من الصياح؟ لم نستفد شيئا، لقد اعترف بذنبه قبل فوات الأوان. فأين المغنون؟ وأين المطربون؟ وأين من يحبون الأغاني؟ أهل الأغاني يعترفون، فما بال بقية المغنين لا يعترفون؟ نعم اعترف بذنبه وقال: إني متفائل، والله لئن خرجت من السجن لأكون داعية وأذهب إلى الناس وألاحق الشباب وأطاردهم وأقول لهم فهد ابن سعيد الفنان المطرب. أصبح فهد ابن سعيد الداعية إلى الله عز وجل. فكان جزاء الاعتراف أن يموت وهو يتوضأ للصلاة، هذا في الدنيا قبل الآخرة. أي خاتمة حسنة! نعم اعترف بالذنب فكانت الهدية من رب الأرباب أن يموت وهو يتوضأ للصلاة. ومن مات على شيء بعث عليه. هنيئا لك يا ابن سعيد، هنيئا لك يا ابن سعيد، ولله درك تلك الميتة الصالحة. ليت مغنينا وليت مطربينا يموتون على ما مت عليه، ليت من يحب الأغاني يموتون على ما مت عليه. إنه الاعتراف بالذنب. وأنتم يا من أذنبتم ويا من تلطختم بالذنوب والمعاصي، متى تعترفون؟ متى تتوبون؟ متى ترجعون؟ الوقفة الثانية: أذنبوا واعترفوا ولكن بعد فوات الأوان. نعم هم أولئك الذين قصهم الله في قوله: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. كانوا يفرطون، كانوا يلعبون، غرتهم الأماني، غرتهم الحياة الدنيا، وعلى حين غرة وفجأة هجم عليهم هادم اللذات وانتقلوا إلى الدار الآخرة. فلما عاينوا تلك الأهوال اعترفوا ولكن بعد فوات الأوان. وإلا فأين هي تلك الفتاة السافرة
الفتاة الفاجرة كانت تلبس العباء المخصرة، كانت سافرة فاجرة تتبجح بمنكرها، فيأتي ذلك الداعية: يا أمة الله اتق الله، كيف بك لو نزل ملك الموت فأخذ روحك، ماذا تقولين لله؟ قالت متبجحة كلمة تهز الجبال: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه. قالت: اتصل على ربك بجوالي واجعله يرسل ملك الموت. فوالله ما استتم كلامها حتى أتت الأوامر من جبار السماوات والأرض أن اقبضها يا ملك الموت الساعة. أين هي؟ لقد ذهبت، والله سوف تعترف بذنبها، والله سوف تعترف إذا رأت النار والأهوال ورأت الغضب سوف تعترف، ولكن سيقال لها: فسحقا لأصحاب السعير. أين أولئك الفتيات المتبرجات؟ أين من يلبسون العباءة المخصرة؟ أين من يعاكسون؟ أين من يفعلون الأفعيل؟ لماذا لا يتوبون الساعة؟ والله سوف يندمون ويعترفون، ولكن بعد فوات الأوان. وأين ذلك المعاكس الذي غفل عن نظر الله؟ نعم، كان يذهب مع تلك الفتاة ويأتي. فاسمعها يا من يعاكس الفتيات، ويا من امتلأ جواله بأرقامهن، اسمعها: لم يكن يبالي، لقد كان الله يمهله، تركه الله فترة يريدها أن يرجع، يريدها أن يتوب، يريدها أن يعترف بالذنب، ولكنه لم يبالي بنظر الله. ذهب معها في تلك الاستراحة، أغلقوا على أنفسهم، الأعين لا تراهم، ولكن من لا تأخذه سنة ولا نوم يراهم. خلع الملابس، نزل إلى البركة عاريين، أشغل صوت الموسيقى وقد رفع الصوت، وهنا غار الجبار في سمائه وغضب غضبة لا يقف أمامها شيء، وأتى الانتقام الرباني. نعم، خرجت تلك الفتاة من البركة لتزيد في الصوت على ذلك المسجل، فانتقلت شحنات الكهرباء إلى تلك الفتاة حتى ألقت بها في البركة، وقد أخذ جسدها تلك الشحنات الكهربائية فانتقل إلى الماء كله، وانتقل إلى ذلك الشاب فتفحما في بركتهما ومات على هذه الميتة. والله سوف يقابلون الله على هذه الميتة، ومن مات على شيء بعث عليه. والله سوف يندمون، والله سوف يعترفون. اعترف يا صاحب المعاكسات، وأنت يا من تخرجين مع الشباب والرجال، الآن اعترفوا قبل أن تعترفوا فيقال: فسحقا لأصحاب السعير. وأين ذلك؟ أين ذلك الذي قال كلمته الشنيعة لما كان ينظر إلى المباراة؟ وفجأة وكان ينظر بدهشة قطعت المباراة لنقل الآذان من بيت الله الحرام. أتدرون ماذا قال؟ والله لقد قال كلمة ما قالها أبو جهل ولا أبو لهب، قال: لعنة الله على الآذان وعلى الكعبة. ماذا سيقول؟ بأي قدم سوف يقف أمام الجبار؟ بأي عين سوف ينظر إليه؟ بأي لسان سوف يجيبه؟ إذا سأله: عبدي قلت كذا في يوم كذا وكذا، سيعترف بذنبه فيقول: نعم قلتها يا رب، ولكن سيقال: فسحقا لأصحاب السعير. وأين ذاك؟ أين ذاك الفاجر الذي ذهب إلى فاجرته فلما تأخرت عليه ووصلت متأخرة ما كان منه إلا أن قام فخر ساجدا لها ومات في سجدته؟ والله سيبعث، والله سيبعث وهو ساجد لفاجرة سافرة ما سجد لله رب الأرض والسماء. ماذا سيقول وقد مات تلك الميتة الشيطانية، تلك الميتة القذرة، تلك الميتة النتنة؟ ماذا سيقول؟ والله سيعترف
ولكن بعد ماذا؟ وأين ذاك؟ أين ذاك الذي زنى بأمه؟ وذاك الذي أصابه حادث مروع وكان لا يصلي؟ فبدا شرطي المرور يقول له قل لا إله إلا الله، فيقول هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر. ما هي سقر؟ ما سقر؟ لواحة للبشر عليها 19، نار تلظى. لقد اعترف بأنه من أهل النار في الدنيا في السكرات، فكيف هناك إذا رأى تلك الأهوال؟ فمتى، متى سوف نندم؟ متى نتوب؟ والله أيها المخطئون، والله أيها العصاة الذين يناظرون إلى ذلك الفيلم الخالع ستار أكاديمي وغيره من الخلاعات، والله سوف يتندمون ويعترفون. فلماذا، لماذا لا يكون الاعتراف الآن والساعة حتى يقال لهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، ارجعون إلى الدنيا. ماذا يريد؟ يريد أن يكمل مسلسل؟ يريد أمواله؟ يريد عقاراته؟ والله ما يريد إلا شيء واحد، أن يعترف بذنبه وأن يعمل صالحا ويستقيم. رب رجعون، بقلب متكسر، بقلب حزين، رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ينادي رب ارجعون، ارجعوني والله لن أنظر إلى المسلسلات، ارجعوني والله لن أترك الصلوات، ارجعوني والله لن أدخن، ارجعوني والله لن أشرب الخمور، ارجعوني والله لن أعاكس. وتنادي الفتاة ارجعوني والله لن ألبس عباءات مخصرة، والله لن ألبس عباءات على الكتف، والله لن أناظر، والله لن أعاكس، سوف أحطم الأطباق الفضائية، سوف أحطم المعاصي، ارجعوني. فهل يعطى الرجعة؟ كلا إنها كلمة، كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا في أثناء السكرات، ولما مات وذهبت روحه وعاين الأهوال بدأ يعترف لما رأى النار تتغيظ وتزفر. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. سبحان الله، أما كانوا يسمعون؟ والله كانوا يسمعون، لكنهم لا يسمعون سماع الهداية، يسمعون من أذن ويخرج من الأخرى. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بالذنوب. أين هذا الاعتراف وهم يبكون ويصيحون؟ أين هذا الندم؟ أين تلك الآهات في الدنيا؟ أين اعترافهم لما قيل لهم اتقوا الله انتهوا؟ قالوا أنتم معقدين،
لم يتعظون في الدنيا، لم تؤثر فيهم المواعظ، يقولون لو كنا نسمع أو نعقل. سبحان الله، كم من خطبة سمعوها، كم من شريط، كم من موعظة، كم من موقف حصل أمام أعينهم، فأبوا إلا الشهوات وإلا الذنوب والعصيان. والآن بدأوا يعترفون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يقولون نحن قوم ضالين في الدنيا، لو تقول لهم ضال لا رفع الدنيا وقعدها، يقول أنا ضال، اتق الله يا مطوع. والآن يقول بمن فيه: وكنا قوما ضالين، نحن أهل ضلالة، أهل خطايا، ماذا تريدون الآن؟ أخرجنا منها. وهم يبكون يريدون الخروج من النار، ولكن هيهات هيهات، ينادون مالك، يصيحون في النار حتى تنقطع دموعهم، ثم يبكون الدم لو سيرت فيه السفن لسرت، محيطات من الدماء. أسائلكم بربكم، أين تلك الدميعات في الدنيا؟ أين تلك الدماء التي نزفت في النار؟ لم تنزف إلا بعد فوات الأوان. فينادون بعد أن أعرض الجبار عنهم، ينادون مالك: يا مالك يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. أعدمنا يا مالك، لا نريد النجاة من النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أميتونا اقضوا علينا، ما نريد الخروج من النار. فيجيبهم قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سمعتم الحق وكرهتموه، فلا تندمون ولا تبكون الساعة، فقد انتهى زمن البكاء. والآن اختر لنفسك أيها المذنب، وأنت يا أمة الله، متى تريدين التوبة؟ هل تريدون التوبة الآن؟ فيقال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أم تريدون التوبة هناك؟ فيقال: فسحقا لأصحاب السعير. لا يقبل الاعتراف إذا غرغرت الروح وطلعت الشمس من مغربها، ولا يقبل الاعتراف يوم القيامة، فقد انتهى زمن المهلة. بعد كل هذا يجب علينا أن نتوب ونرجع إلى الله. يا صاحب الأطباق الفضائية، ويا صاحب الدخان، ويا تارك الصلاة، يا صاحب الأغاني، وأنت يا أمة الله، يا صاحبة العباءة المخصرة وعباءة الكتف، ألم يأني لنا بعد هذا أن نتوب؟ ألم يأني لنا أن نرجع ونؤوب؟ أعلنوها صرخة مدوية: آن لنا أن نتوب. بلى يا رب، إنا عائدون، إنا تائبون إليك توبة نصوحا قبل أن نتوب. فيقال: فسحقا لأصحاب السعير. أيها المذنب ويا أيتها المذنبة، وكلنا من أولئك، ليكن لسان حالنا الساعة، ونحن راجعون إلى الله
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب. وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا. ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. ويا خجلاه ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحائف العيوبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأطلقت القلوب. فيا من مد في كسب الخطايا فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما آن لك أن تتوبا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ بلى يا رب آن لك أن نتوب آن لك أن نؤوب ونرجع. اللهم انظر إلينا بعين لطفك ورحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أحبابنا وأهلينا ومن له حق علينا جميعا من